إلى أين يذهب هذا الأحمق؟ دعه يا هلال، لا تنسى أوامر صاحب الشرطة لنا. أعرف، ولكن عرنوس يحاول الدخول إلى فناء السجن. وما الخطر في ذلك؟ الدخول إلى السجن ممنوع في غير أوقات الزيارة. هذا بالنسبة للعقلاء، وأنت تعرف أنه ضعيف العقل. ألا يحتمل أن ينقل بعض الممنوعات إلى السجناء؟ ممنوعات؟ إنه لا يملك رغيفاً يأكله، وهو يجمع الحجارة كما ترى. معك حق. ثم إن التعليمات صريحة ألا نمس هذا الرجل بسوء. حسناً، سأتركه يفعل ما يشاء. صباح الخير يا أيها الجندي، خذ هذه الجوهرة لك. جوهرة؟ نحن لا نقبل الهدايا. سأذهب لأخبز الفطائر من أجل الوليمة. ألم أقل لك إنه أحمق؟ السلام عليك يا سيد غندور. وعليك السلام يا سمو الأميرة. هل تنوي الذهاب في إجازة؟ إجازة طويلة جدا يا صاحبة السمو، لقد تقدمت بطلب إعفائي من العمل. ما هذا الذي أسمع؟ نحن لا يمكننا الاستغناء عنك. وأنا لا أستغني عن كرامتي أبدا يا سيدتي. وهل يقدر أحد على جرح كرامتك؟ لقد فعلها صاحب الشرطة بالأمس، ولولا حضرة القاضي أطال الله عمره لقتلني الرجل بيديه. بالتأكيد هناك سوء فهم، الكل هنا يحترمك وأنا والأمير أولهم. هذا أكثر مما أستحق يا مولاتي. الخليفة نفسه لا يحب الطعام إلا إذا كان من يدك. حقا يا سمو الأميرة، هل قال لك هذا بنفسه؟ أعد حقيبتك إلى مكانها، أنا جائعة ولن أتناول إفطاري إلا من يدك. حذرتك من قبل وطلبت منك مراراً أن تتحرى الدقة. سوء حظ ليس أكثر، بل سوء تخطيط وسوء تصرف. لقد أحرجتني. أنا؟ بالطبع، جعلتني أسمح بتفتيش رجل بريء وأعرض سمعته للقيل والقال. والأخطر من ذلك أن المهمة السرية قد انكشفت أمام العديد من الناس. وهل أدركت الآن عاقبة التسرع؟ أرجوك يا حضرة القاضي، قف بجانبي وأعني. هذا ما أفعله منذ عرفتك يا مفتاح، لقد طلبت من الخليفة أن يعطيك فرصة أخيرة. أذكر هذا يا سيدي. وقد أمهلك الخليفة أسبوعاً لتحل القضية، والمهلة تنتهي صباح غد. حقاً؟ جرت الأيام بسرعة. نصيحتي لك أن تسرع أنت أيضاً، أو تترك وظيفتك لمن يقدر عليها. هل أنت متأكد أنك فتشت أمتعته جيداً؟ اسكتي اسكتي، لا أريد أن أسمع صوتك مرة أخرى. وما ذنبي أنا؟ كل ما يجري لي من كوارث بسببك أنت يا انبهار. أنا؟ لا تعلق أسباب فشلك على الآخرين. فشلي؟ وجرؤتي على قولها؟ لحظة، بالفعل أنا فاشل، لأنني أستمع لامرأة حمقاء مثلك. حمقاء؟ وجرؤت على قولها؟ لحظة، بالفعل أنا حمقاء، لأنني أساعدك وأحاول حل مشاكلك. أنت أكبر مشكلة في حياتي، ألا تفهمين؟ ابتعدي عني، ابتعدي عني يا انبهار. إلى هذا الحد لم تعد تطيقني؟ إذن سأخرج من بيتك ومن حياتك، ولن تراني أبداً بعد اليوم. إبهار، انتظري انتظري، لا تتهوري. انصرفت الحمقى، هذا أفضل لأفكر بهدوء في حل القضية. Thank you.
لا تؤاخذني يا حضرة الطاهي، كنت أظنك مجرماً. ماذا؟ سامحني، كنت تبدو مجرماً. وديدة، معذرة، لا أعرف ماذا أقول. لا تقولي شيئاً يا وديدة، أنا أتفهم غيرتك وأعرف إحساسك بالضآلة وقلة الخبرة أمامي. هي لك من رجل متواضع. هيا هيا، لا تضيع الوقت، قدمي هذا الطبق وهو ساخن حتى أنتهي من تجهيز باقي الأصناف. جدي، وعدتنا أن تحكي لنا مغامرة جديدة لمرثد وأصحابه، وقلت إن له قصة مثيرة وعجيبة. هذا صحيح، قصة عاشها مرثد مع صاحبيه خالد وعاصم بن ثابت. شوقتنا يا أبي، نحن منصتون لك. بدأت القصة قبل غزوة بدر، عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: كيف تقاتلون؟ أجيب أنا يا رسول الله، إذا كان القوم على مسافة 100 ذراع كان الرمي بالسهام، فإذا اقتربوا كانت المطاعنة بالرماح حتى تتقصف، وبعدها نتبارز بالسيوف. فقال عليه الصلاة والسلام: هكذا الحرب، من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم. بشراك يا عاصم، أثنى عليك رسول الله، أصبحت الآن مثلاً لنا في الجهاد والدفاع عن أنفسنا. أرجو أن يكون فعلي مثل قولي. وفي غزوة أحد كان لعاصم ثابت العديد من البطولات. إلى أين تذهبين يا سارة؟ عندي عمل، سأنوح على زوجي وأولاد سلافة بنت سعد لعلها تعطيني شيئاً من المال. هل مات زوجها وأولادها جميعاً في يوم أحد؟ نعم، يقولون إن رجلاً يدعى عاصم قتل 2 من أولادها. مسكينة، هيا لنواسيها. ماذا أفعل بغيركم؟ واللات والعزة، لأنتقمن منك يا عاصم. يا خيرة شباب قريش وسادتها، يا ويلنا من بعدهم. بل قولي يا ويل قاتلهم، سأعطي كل مالي وذهبي لمن يأتيني برأس عاصم بن ثابت أشرب فيها الخمر. هل أنت متأكدة أن عاصم وحده هو من قتل زوجك وأولادك؟ نعم، رأيت زوجي طلحة ميتاً، وإلى جواره ولدي مسافع وكلاب، وكان ابني الثالث الجلاس في رمقه الأخير. سألته من فعل بكم هذا، أجاب: عاصم بن ثابت. هل علمتم بالأخبار الطيبة؟ خيراً يا بلال. جاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من قبيلتي عضل وقارة. رأيناهم، ولكننا لم نعرف سبب مجيئهم. لقد طلبوا من النبي أن يرسل لهم بعض أصحابه ليعلموهم الدين ويدلوهم على مكارم الأخلاق. وهل وافق النبي على طلبهم؟ بالطبع وافق، واختار 6 رجال. أنت منهم يا خالد. هنيئاً لك جهاد العلم يا خالد. وأنت أيضاً يا مرثد. أنا أيضاً، وهل أستحق تلك المكانة؟ بارك الله لكما في هذه الرحلة وعانكما عليها يا إخوتي. انتظر يا عاصم، لقد اختارك أيضاً رسول الله وجعلك أميراً على المجموعة المسافرة. لماذا لا تفرح يا عاصم؟ ستعلم الناس أمور دينهم. كل ما يأمر به الله ورسوله خير يا مرثد، وإن كنت أفضل أن أنال الشهادة في سبيل الله. وعند منطقة تسمى الرجيع، فوجئ الرجال الآمنين بغدر قبيلتي عضل وقارة، حيث أحاط الكفار بهم وحاولوا أسرهم. هيا هيا نهرب إلى هذا الطريق. ألا ننتظر بقية الرفاق؟ لقد ذهبوا للتفاوض مع قبيلة هذيل. خطأ،
والله ما أقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً. أنت أميرنا يا عاصم، فبماذا تأمرنا؟ بأحب شيء إلى قلوبنا جميعاً، الجهاد في سبيل الله. جئنا بغرض نشر العلم لا بغرض القتال، وها نحن نجبر عليه دفاعاً عن أنفسنا، فإما ننتصر ونحقن الدماء أو ننال الجنة يا عاصم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. سيدتي سلافة، عندي لك أخبار طيبة. لم تعد في الحياة أخبار طيبة. هذا خبر تنتظرينه منذ يوم أحد. أتقصدين عاصم بن ثابت؟ هل تمكن منه أحد؟ نعم، هاجمته قبيلة عضل وقارة وقتلوه عند منطقة الرجيع. قتلوه؟ سأرسل في الحال من يحضر لرأسه. هل أعينك على استئجار الرجال الأشداء ويكون لي نصيب من العطايا؟ بالطبع، أحضريهم في الحال لأتفق معهم وسأعطيكم كل ما تطلبون. لا تتحرك كثيراً يا مرثد حتى لا تنزف أكثر. لابد أن أحمي جسد أخينا عاصم بن ثابت. سيحميه الله يا أخي. هل تريدني أن أتركه ميتاً في العراء؟ هو الآن بين يدي الله، حي يرزق مع الشهداء الأبرار. لقد نال ما كان يحب. سمعته قبل أن يلفظ أنفاسه يدعو الله ألا ينال الكفار من جسده. أسمع أصواتا تقترب. سأحمل السيف وأستعد. لا يا مرثد، أنت مصاب إصابة عميقة، لا تلقي بنفسك في التهلكة. وأترك عاصم؟ سيحميه من بيده الأمر كله. انظر إلى هذه الأعداد الضخمة من الدبابير، من أين جاءت؟ ألم أقل لك إن الله سيحميه؟ هذا؟ هل استأجرت أطفالاً يخافون من الدبابير والنحل؟ بل هم رجال من أشد وأمهر الفرسان، لكنهم يقولون إن أسراب النحل والدبابير كانت تحجب عنهم جسد عاصم. هذا كلام فارغ لا أقبله. إذا لم تحضري لي رأس عاصم سأريك شدتي وانتقامي. أرجوك أن تهدأي يا سيدتي، في الليل تنصرف الدبابير ويمكن للرجال أن ينفذوا أوامرك لهم. وأين هم الآن؟ عادوا إلى منطقة الرجيع لينتظروا حلول الليل. أصبر إذن حتى يحل الليل. خالد، هل أنت بخير؟ الحمد لله، ولكني لا أقدر على السير، مالي لا أسمع صوت النحل. لقد حل الظلام ومضى النحل والدبابير. إذن جثمان عاصم في خطر. سينجيه الله تعالى رغم أني لا أعرف كيف. ما هذا الصوت؟ عاد الرجال ليأخذوا جسده. شيء عجيب، سحاب ممطر في هذا الوقت من العام. إنها رحمة ربي. انظر إلى تجمع الماء في الدروب. لم أرى في حياتي مطراً غزيراً كهذا. إنه سيل عظيم. وحمل السيل جسد عاصم بن ثابت، وحال الماء دون حركة الكفار، وحام الله جسد الشهيد واستجاب لدعوته. مات الفارس الشجاع عاصم. نهاية حزينة. لا، بل هي أفضل نهاية يتمناها المؤمن يا بني، أن يلقى الله شهيداً. والشهيد يا أبي حي لا يموت. نعم يا سلمى، يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران:
بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم.